تمام. تكرم عيونك. كيكة الكراميل بالموز والانجاص، شيء على عالم. تابعوني. ثلاث ارباع كوب سكر بنحطه على نار هادية حتى يصير معنا كراميل وما منقرب عليه ابدا. رح نحتاج موزتين، تمام. صارت الفواكه عندي جاهزة تماما. بعد ما كرمل السكر معي بهذا الشكل رح اضيف عليه 50 جرام من الزبدة مشان يعطي طعم اطيب وما يضل فيه شدة كتير. 50 جرام بكفي. ونحرك بسرعة طبعا. وهلا رح نضيفه بالتدريج هيك للكراميل بأرضية الصحن ونوزعه بهذا الشكل عادي، ما تخافوا لو ضرب شوي، طبيعي كتير. هلا بعد ما حطينا طبقة الكراميل رح نحط الموز والانجاص بالتدريج. أنا امبارحة جربتها بس ما صورتها بصراحة، طلعت بتشل يعني شلل كتير طيبة، فاليوم حبيت أشاركها معكم بما إنه كتير لذيذة وطلعت طيبة وجربوها رح تدعولي. صفينا حاليا الانجاص والموز بهذا الشكل، وهلا رح ندار نعمل الخليط. رح نحمي الفرن على درجة حرارة 180 لبما يحمل الفرن. رح نجهز الخليط تبعنا. بحتاج 3 بيضات بس يكونوا في حلات حلوات كبار، وظرف فانيليا وسكر كبداية. أول شيء بنحط البيضات، 3 بيضات، 1 2 3 بيضات. هلا راح احط مع البيض سكر 3/4 كوب وراح اخفقه منيح وبنكمل الباقي بتدريج. دايب عندي السكر تقريبا بالبيض، راح اضيف عليه ظرف فانيليا يعني معلقه صغيره. بعد ما داب السكر جوا البيض وحطينا الفانيليا، رشة ملح صغيرة كمان. رح نضيف نص كوب لبن، رح نضيف فنجان زيت نباتي ونحرك. رح نحط كاسة ونص طحين ورح نضيف عليهم بوكن باودر ظرف مقدار 10 جرام ومعلقتين كبار نشا ونزلهم بالتدريج. رح احط بشة ليمون تعطي طعم كتير كتير طيب وبتبعد عن الزنخة. وهلا رح نضيف الخليط بشكل متساوي. هلا راح ندقه شوي بهذا الشكل عشان يتساوى ويتغلغل ويطلع منه كل الفقاعات الهواء. هلا هيك صار تمام. راح نشيله على طرف ونزيد صينية الفرن
ونحطه بنص الصينية ونوزع عليه شوية مي. طبعا المي لازم تكون سخنة من الأطراف. وبعد ما فوتنا الكيكة على الفرن رح نعيفها لمدة نص ساعة، شغال عليها بس من تحت، وبعد النص ساعة رح نشغل عليها من فوق ونتفرج على لونه شلون رح يصير. وحسب كل فرن ممكن يطول 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق حسب كل فرن وأدائه. كرمال الله لا تنسوا تحطوا جوات الصينية مي عشان يتبخر كرامل الله. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتكبسوا على زر اللايك على قولت حماتي حبيته هذا. الله يرضى عليكم، جعلوا الله لا تنسوا. وهلا كيكتنا جاهزة، أكلت معنا 45 دقيقة جوا الفرن، وراح نطالع الصينية وراح تشوفوا الوش شلون صار لونه برونزي. وشرفوا تفرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني شوفوا هاللون حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ناخذ هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. رح ناخذ الحواف وبعدين نقلبه. اول شيء رح اخذ الزياء هيك عشان تنزل معي بشكل سهل. تفرجوا على قوامه يا جماعه، تفرجوا على المنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء عن جد على العالم على العالم. وهلا رح نقلب الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ يا عيني يا عيني يا ليلي شوفوا هالمنظر. يا عيني يا عيني ويا كراميلي، يا عيني ويا كراميلي. خلوها تبرد شوي وبعدين رح نقعد ما باذن الله. بابا ما زين معك؟ ايه زين معي. خذ حبيب بابا، خذ حطها فوق فستق فوق 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 هيك. ايوه تفضل. تمام ممتاز. يلا حط واحدة. ايش ما بدك؟ تمام. ايش رايك بابا؟ اعطيني رايك. طيبة؟ شو قطعت يا معشرة؟ 10 من 10؟ احكي حكي بابي. 10 من 10. خلي لي هيك يا بابا، كول يا بابي. صحة وألف أنا. شرب عصير. لا صندوق أعطونا لايك بالفيديو.